السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دسویں محرم یعنی یوم عاشورہ کو صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان جو اس دعا عاشورہ کو پڑھے یا کسی اچھے قاری سے سن لے اچھے تلفظ کے ساتھ تو انشاءاللہ اس سال اس کی زندگی کی ضمانت ہے، انشاءاللہ اس سال اسے موت نہیں آئے گی. اور مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر اسے موت آنی ہی ہوگی تو عجیب اتفاق ہوگا کہ وہ پڑھ نہیں پائے گا. تو اس دعا کو میں پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات سماعت کر لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة الصالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. اب سات مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھیں یا سن لیں. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد الكلمات التامات كلها نسألك السلامة برحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.